ايه والله خلاص يا هذا احلى 12 تقريبا الاخبار، اخيرا ماشي بينساح المنتجع. والله. ما درى امدح الله ولا يسامحك اسب. بيض الله وجهك. اسلم اسلم يا ترك. ليه الكف ووفوا بكلامهم، لكن الحمد لله ان الوقف اني انا اقدر اشارك فيه، اني انا بطلع اليوم واقدر اخذ جوالي واقدر كفو اتبرع كفو، باذن على الله. اساس جوالك معك مو معك قبل يعني. اي لا مو معي. اي صحيح اي. اي والله صدق جوالي الاساسي. لا مو معي الاساسي، اي الاحتياطي. الاحتياطي عند ابو هشام. اي لكن اسلم اسلم. اللي فيه التطبيقات وفيه هذه باذن الله اني اول ما اطلع من هنا ان شاء الله اني اتبرع. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني باذن الله بكره تكون الفرحه الكبرى، وانك انت يا ابو غلا تطلع على المسرح وتبشرنا باكتمال الوقف، ولا زال الخير في الناس وجمهور قناه الواقع. يعني ان شاء الله اني انا امون عليهم، امون على الجمهور اخوياي العيال وجمهور النسخ السابقه. انشروا، اللي ما يقدر يتبرع ينشر، واليوم يوم رواتب. يا سلام. يعني لو تكاتفوا الناس بيقفلون الوقف تقريبا، لو تكاتفوا كل شخص من 20 30 ريال بيقفل الوقف. صدقت. فباذن الله بكره 20 30 مش تتكلم مع جمهور عظيم ما يرضى باقل من 300. هم هذا العشم فيهم، العشم فيهم انهم 300 وفوق. آه هذا العرض انا اعتبره عرض دنيوي، عرض لك في الدنيا انك انت تستفيد منه لاخرتك. احنا والله العظيم اننا مقصرين بالحيل. الواحد مقصر ما قصر يمشي بيومه وياخذ ذنوبه، وياخذ الله الله يعصم من عنها ويغفر لنا ذنوبه ما تقدم ولا تاخر. وباذن الله العرض هذا انه ما يفوتكم. ولو الحين في محل، واحده من المحلات سوى عرض قال 20% بس، والله انت صادق عليه، تلقى الناس كلها صف سري عليه ويدفع 2000 3000 صحيح فيها. صحيح. لكن هذا عرض لك مقدم من اهل الجمعيه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. احسنوا النيه واختموها، وخلوا ختام برنامجنا مسك، برنامجنا اللي احنا تحدينا الصعاب وواجهنا مشاكل كثيره. فرحونا باكتمال الوقف بكره باذن الله.